ماما بصراحة أنا مش فاهمة أي حاجة من اللي أنت بتقوليه ده خالص. أقطع دراعي من هنا. إن ما كانت جبرية هي اللي عاملة العمل لفوزية عشان توقف حالها. عمل إيه بس يا ماما؟ هو لسه في الحاجات دي لحد دلوقتي؟ يا حبيبتي السحر والحاجات دي مذكورة في القرآن، وبعدين جبرية بتاعت الحاجات دي بعينها. طب إيه رأيكوا بقى؟ زمانها دلوقتي بتعمل لنا تحويطة عشان تلجبنا. يا سلام، والتحويطة بقى دي اللي هتخلينا يعني نحط لساننا جوه بقنا ونتكتم وما نتكلمش خالص. نحط لساننا جوه بقنا ونبقى عمي ونمشي وراها نشمشم عليها كده. عارفة يا بنتي يا ريتال انتي وزينب، انا قلبي بيقول لي ان جبرية دي بعتت لابوكوا حارس عشان يجيبوا ارض ويفلسوا. ايه حارس؟ لا فهميني بقى يا كريم. بصي يا حبيبتي كل حاجة في الدنيا دي عليها حارس. لما ربنا يكون راضي على حد يبعت له حارس يفتح له طاقة القدر ويديله من واسع، ولما يكون غضبان على حد يقفلها في وشه. بجد يا ماما؟ يا حبيبتي بجد. امال ايه؟ وانا عندي احساس كده ان الولية اللي اسمها جبرية دي عملت لابوكو سحر وبعتت له حارس يقفل طاقة القدر اللي كانت مفتاحة له دي في وشه بالضبة والمفتاح. بص يا ماما، هو اللي بتقوليه ده مش منطقي قوي، بس مش بعيد والله. مش بعيد والله؟ انت مجنونة ولا ايه؟ لا انا مش مجنونة، بس لو فكرتي فيها كده اللي حصل ده برضه مش منطقي خالص. يعني كل حاجة كده حصلت بسرعة 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 وكأنها مترتبة. يعني مش كده والنبي يا زينب؟ والله يا ماما. طب انت عارفة ان انا لحد دلوقتي مش مصدقة ان بابا الله يرحمه مات وان احنا فلسنا وان الحاجات دي كلها حصلت لنا واننا جينا عشنا في البيت ده. انا عمري ما كنت اتخيل ان انا بس ابات هنا ليلة واحدة. اسمعوا بقى، احنا عايزين نعكس اللي هي بتعمله لنا. لا افهم. العمل اللي هي بتعمله لنا دلوقتي وتلجمنا بيه احنا عايزين نعكسه نخليه يبطل. طب ودي نعملها ازاي؟ بعدين هبقى اقول لكم، بس عشان خاطري استحملوا كل حاجه بتحصل وخليكم في ظهري. يا حبيبتي احنا معاكي وفي ظهرك على طول. ربنا يخليكوا ليا ويخليكي لينا يا ماما. لا انا هقوم انام بقى، انا كلامكم ده بصراحه مش داخل في دماغي اصلا. قومي.